اسكي اه ربح لا كار اه اي سكي ها اي اه سكي ها اه سكي اه العفو لله الله يلا ناشطين تبارك الله عليكم انتم احسن من المنتخب ديالنا. ما عرفت المنتخب ديالنا علاش تبعوا النحس، كنلقاو المدرب ويتوضروا اللعابه، كنلقاو اللعابه ويتوضر المدرب. هاد العام قال لك اسيدي راه لقاو اللعابه ولقاو المدرب بالحق توضروا لهم المذيعين. المذيعين ديالنا قواسه حره عينيهم شويه، ماشي بحال هذوك ديال الخليج وداكشي. تصور معايا دابا دوك ديال الخليج قبل ما يدخل كيقرا ايات الكرسي ويدخل عادي شي جاو نقصهم يقراو قول الله عادي يدخلوا. وتصور معايا دابا لاعب زيدان مثلا داخل فوق في الماتش وكيبيتح كيزعي مع المدرب كيتقعد كيتسجل جوج الاهداف، حنا مع الدخله كيتكاو لك على الحمداوي كيبقاو ينفخوا فيه. وكان الحمداوي ابرز اللاعب وكان الحمداوي قد حصل على جائزه وكان الحمداوي قد صنف في الله هاود كيسنى على الحمداوي مع الدخله الحمداوي كيضيع اربعه اهداف. مع الدخله الحمداوي كيضيع اربعه اهداف باق كتهزك وفرا كيتكسر كيخرج. حنا اشكال هذا هو البروبليم الاول. البروبليم الثاني ديال اللغه في المنتخب. وتصوروا دابا الفريق الوطني المغربي حتى واحد ما كيهضر بالعربيه، الحارس بالدنماركيه، الدفاع بالفرنسي، الوسط بالفلامو، والهجوم بالدوتش. هادو راه خاصهم ديكسيونيري بغاو يسجلوه. هذا راه ما عاد شيكسبير للغات. المشكل الثالث هو الجمهور. تصوروا الفريق الوطني لاعب كديرها في المدرجات كتلقى اربعه الناس اللي حاضرين، جوج طالع عليهم الدم وجوج منيرفي. انا في نظري شوف دابا البطوله ديال الهوات كتلقى التيران محيح. انا في نظري كل لعب المنتخب مع شباب هو راه كره لقيتي جمهور ديال شباب هو اكثر من ديال المنتخب. مالهم ما يعزوا التشكيله بشي عناصر نسويه مع العيالات ديجا فيهم الغيره، المراه كتغير على راجلها تغير من سميتو، على الاقل اللي درنا العيالات في الدفاع والله لا دخل ايطو يسجل واخا يتشموا فيها الكازو. اكن اسمح لي. الاشكال الرابع الاسماء. ملي كنسمعوا مثلا رولاندو هذاك راه باين لاعب كره قدم ماشي جزار. ملي كنسمعوا ايطو باين واش لاعب كره قدم، كاكا باين واش لاعب كره قدم. ملي كنسمعوا زيدان باين واش لاعب زيزو ماشي زيزي باين واش لاعب كره قدم. حنا مع الدخله خرج هذا راه خرج على سميتو هي الاولى، خلي عليك المنتخب. وكتبقى شي سميات قابوس، هادي راه سميت كونسيير وسي قابوس حل الباب الله يرحمه. الا قلنا هاد الشيء راه غير حيت عزيز علينا المنتخب وحتى حنا بغيناه يدي كاس العالم. كاس العالم ديال 2000 الزعتر. انا راه كنت خدام في البلاد شاد داك المعول، كتعرفوا المعول بالفرنسي هو هذاك المعول. شد المعول كنفلح حتى انا بالضربه مع سخون الحال خرج لي واحد السيد بيض او هاد الماركه ما عندناش في البلاد. قال لي ما تخافش، قال لي انا جيت اللي بغيتيها طلبها. قلت له عافاك شي براده تاهي واشت طلب شي حاجه كبيره صاحبي. قلت له بيتك ترد لي البحر كامله تاهي بزاف عندي نرد لك البحر تاهي وهو مالح شحال خصني نزيد ديال السكر والماء بارد شحال خصني ما نسخن فيه. وباش ندير ديك الكشكوشه شحال خصني ما نقلب ونشقلب. انت مزعزع. قال لي اطلب شي حاجه سهله. قلت ليه كتعرف المنتخب ديالنا؟ قال لي اياه كنعرفو ياك اللي المدرب ديالو الزكي. ويلي هذاك راه المنتخب ديال بصح كنهضر لك على ديال دابا. قال لي علاه كاين المنتخب ديال بصح وديال الميكا. قلت ليه كاين الطاس ديال الميكا المقراج ديال الميكا وحتى المنتخب ديال قلت ليه كتعرف المنتخب ديالنا اللي المدرب ديالو لامير. قال لي كنعرفو. قلت ليه عافاك بغيتو يفوز بكاس العالم؟ قال لي بيتي اتاي بالنعناع ولا بشيبه.